خلينا نروح الماتش بقى، ولسه احنا في الهاف تايم يا جماعه. الزمالك احنا ابتدينا الشوط الثاني، احنا في الدقيقه 66 من يعني من بدايه المباراه، تعادل سلبي بين الزمالك والترجي. استاذ الناقد الكبير استاذ حسن المستكاوي، خليني ابدا بالزمالك. الزمالك لو كمل كده، وهو النهارده اول ماتش تحت اداره عوده كارتيرون مره اخرى، الزمالك لو كمل كده يكمل في البطوله ولا يخرج؟ لا اعتقد موقفها هيبقى صعب جدا، يعني هيبقى صعب يكمل، يعني لان كده هيبقى رصيد وقف عند نقطتين بس. الماتش الحقيقه صعب جدا جدا. الترجي النهارده بيلعب احسن مما لعب في تونس، رغم انه فاز هناك يعني، لكن هو النهارده اكثر تنظيما. الزمالك هناك كان احسن في اول نص ساعه، وكان يقدر يسجل في الفترة دي يعني لو كان عنده شوية فعالية هجومية، إنما النهاردة لا، الماتش صعب قوي الحقيقة يعني. كل الزملكاوية بيقولوا طب باتشيكو كان أحسن، ما كنا خلينا باتشيكو أحسن من رجوع كارتيرون، تقديرك؟ خلاص تو ليت بقى، يعني الكلام ده دلوقتي ما يعني ما ينفعش خالص يعني. الكلام يعني لا، يعني احنا دلوقتي في حالة، في موقف. كمان لازم نلاحظ ان الزمالك بيلعب مع فرقه قويه جدا النهارده ومنظمه قوي. يعني الحكايه برضو مش يعني مش اللي مصعب او صعب موقف الزمالك، الاداء التكتيكي الرفيع جدا القوي المنظم من فريق الترجي اللي صنع فرص كمان وهو بيلعب في القاهره وبيدافع بشكل كويس جدا الحقيقه يعني. لكن يعني كان موقفك ايه حضرتك من يعني اقاله باتشيكو في هذا التوقيت وعوده كارتيرون؟ كان موقف حضرتك ايه؟ لا كنتش ما يعني انا ما يعني كنت معترض شويه، لان كمان كارتيرون كان ساب الفريق في وقت صعب قوي، الظروف يمكن خلته يتخلى عن منصبه يعني او يبعد. لكن حتى لو كانت الظروف صعبه وكان في مشاكل ايا كانت، لا هو ساب الفرقه في وقت كانت وقت صعب قوي الحقيقه يعني. نروح للاهلي، والاهلي النهارده ثلاثيه يعني، وتقييمك ايه لاداء الاهلي النهارده؟ الاهلي لعب مباراه ممتازه تكتيكيا، المدرب قدم حاجات جديده، لعب 4-4-2، لعب بأبشع جناح في بعض الأوقات لما الكرة بتبقى مع الأهلي. لا الأهلي كان كويس طبعا جدا، ونجح يعني في انه يحقق الفوز. بس ما ننساش كمان ان فيتا كلوب فريق ضعيف طبعا يعني. يعني ما نفرحش قوي بفكرة الثلاث اجوان يعني بصراحة. لا احنا بقى نهش نفرح شوية برضو، لان الأهلي كان كويس قوي، وخصوصا في الشوط الاول كويس بجد يعني. وفيتا كلوب بيلعب في وسط الملعب بشكل لا باس به، انما طبعا عنده كوارث جوه ال 18 او الكوارث دفاعيه يعني. ما بيعرفش يلعب دفاع، ما بيعرفش يقف، لعبته مش بتعرف تقف كويس في ال 18 اللي هي المنطقه اللي كان الاهلي خد فيها 11 فرصه في المباراه اللي فاتت في القاهره، وطبعا سجل 3 اهداف في مباراه النهارده يعني. كلام على حسين الشحات، انه في تعليق انه حسين الشحات بقى خلاص يقعد على دكه البدلاء، رايك ايه؟ هو كان قاعد طبعا. بصي يعني انا ما بحبش القسوه مع اللعيبه، لكن لازم اللعيبه تتحمل النقد، زي ما بنسقف لهم كتير جدا. اما تبقى كويس هنقول انك انت كويس. حسين الشحات لعيب كل 5 أو 4 مباريات بيسجل جون بديع جدا مذهل، لكن انا مش محتاج من حسين الشحات ده بس، انا محتاج اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي او نادي الزمالك لما يلعب 10 ماتشات يعمل منهم 8 كويسين على الاقل، ويبقى معلم في معلم يعني، اقصد يعني نشاور عليه في الـ8 مباريات من الـ10. لكن تلعب لي مباراه او تلعب لي ربع ساعه او 10 دقائق او تجيب جون كل 4 مباريات يسمع والناس كلها تبقى مش فاكره لك الا الجون ده وبعدين فجاه تختفي، لا. لازم تفهم يا حسين يا شحات ان الاهلي بيقول تلعب، بس تلعب باعلى كفاءه في كل المباريات اللي بتشارك فيها او معظم المباريات اللي بتشارك فيها كده. الاهلي حجز مكان للدور القادم
7 نقط طبعا اعتقد انه فرصته كبيره، يعني بالاداء وبالشخصيه اللي بيلعب بيها. كنت اتمنى يعني ان الزمالك النهارده حتى كمان في الوقت اللي فاضل ده يحاول يخطف جول عشان الاوضاع تتحسن شويه، يعني في المجموعه او موقفه في المجموعه يتحسن يعني. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي، دايما بحس انه رايه متوازن كده ويعني منضبط، رايه منضبط، مش يعني في الرياضه اهواء، كلنا عندنا اهواء، لكن الاستاذ حسن المستكاوي الحقيقه يعني اصحاب الاراء العميقه المنضبطه. بشكرك شكرا جزيلا، ومنتظرين نتمنى من الزمالك ان هو يحرز هدف.